هذه الأخت السائلة تقول: الشيخ، بالنسبة للزغرقة وهي صوت تطلقه المرأة عند الفرح، ما حكم هذا إذا كان أيضا بحضرة رجال؟ لا يجوز هذا، الزغرقة ليست من أعمال المسلمين، إنما هي مستوردة أو من عادات الجهال من المسلمين. وصوت المرأة لا يجوز لها أن ترفعه وتسمعه الرجال إلا عند الحاجة، لأن تسأل أو تشتري سلعة من البائع، فتخاطب الرجل تسمعه صوتها بقدر الحاجة. وأما الزغرقة فلا أصل لها، ليست من عادات المسلمين. نعم.